كابتن محمد اهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي في 7 دي سبورت. اهلا بيكم واهلا بالساده المشاهدين جميعا. الاول بس نشوف الماتش بتاع الكاميرون ده، فاب الكاميروني ده، ايه رايك فيه وكبدايه في بطوله افريقيا، يعني ان احنا نكسب 33-18 يعني. طبعا فرقه فاب الكاميروني طبعا فرقه محترمه، فرقه قويه جسمانيا، بس الهاند بول طبعا هو مش عالي طبعا 100%. المنافسه دايما بتبقى مع الفرق التوانسه، الترجي تحديدا. طبعا بالظبط. بس هي مش الفرق الكاميرون من الفرق اللي عندها هاند بول كويس، بتقدر تجاري المجموعات اللي موجوده عندهم. بس طبعا بالنسبه لينا احنا كنادي عالي، احنا متعودين على الفرق الافريقيه واحنا نقدر نلعب معاهم. فطبعا بالتالي النتيجه دي طبعا بتبين ان الفريق هو جاهز ومجهز، بس ضربت مجهز في البدايه. ومش قادر اقول ان هو فريق متواضع، دي كتدريب للمباريات القادمه ان شاء الله، ان هم يقدروا يشتغلوا عشان نقدر نوصل للنهائي ونرجع بالبطوله. طبعا احنا عشان عارفين ان هي غايبه بقى لها 6 سنين تقريبا او 7 سنين في الحدود دي. طيب حضرتك رفعت البطوله دي كتير، وحضرتك من نجوم الاهلي اللي شاركوا وكانوا في الحاله دي قبل كده. الله يخليك. قول لي بقى الموقف اللي فيه الاهلي دلوقتي ده عشان نستعيد البطوله دي، انت بتقول غايبه بقى لها 6 سنين يا كابتن، فبخبره حضرتك كده ايه المطلوب مننا ومن مستر ديفيد عشان خاطر نحصل على البطوله دي ان شاء الله؟ والله بص، هي بتبقى اول حاجه طبعا التحضير للفرق اللي احنا هنقابلها ان شاء الله، دي رقم واحد. وده واضح جدا ان هو مستر ديفيد الحاجات دي يعني ما بتفوتش عليه، هو عارف وحافظ ودارس الفرق كلها. زائد ان الفريق طبعا يعني ان شاء الله باذن الله بدون اي اصابات طبعا، دي عشان ما تاثرش على الفريق اذا كانت نفسيا. زائد ان احنا بنقدر نشتغل على يعني ترتيبات الماتشات بتبقى عامله ازاي، واحنا نقدر نستوعب ان هو يقدر يجهز الناس كلها لغايه فريق اخر ماتش النهائي. وطبعا مش هقول غير ان هو فريق كله على قلب رجل واحد، هم عارفين هم قد المسؤوليه وعارفين هم رايحين يعملوا ايه وعارفين ان البطوله دي غايبه بقى لها كتير. فطبعا انا مش محتاج ان انا اقول لهم ان البطوله دي حاجه للنادي الاهلي كبيره جدا، وهي غايبه بقى لها كتير وبتبقى فرحتها كبيره جدا بعد غياب طويل يعني. طيب رايك بقى في المدرسه الاسبانيه كابتن ديفيد ديفيز، الراجل اللي جه محقق نجاحات وكان قبل كده مع المنتخب محقق نجاحات، شايف بصمته في النادي الاهلي ازاي، سواء في الفتره اللي فاتت احنا عملنا موسم كويس الموسم اللي فات او في الفتره اللي جايه كمان يعني؟ طبعا مستر ديفيد طبعا من المدربين اللي هم يعني الترتيبات العالميه طبعا موجودين في العالم كله. راجل حافظ جدا وعارف يدرس ازاي الفرق اللي قدامه، وعارف ان هو يعني وهو حافظ طبعا المصريين عشان اشتغل هنا في مصر كتير قبل كده. زائد ان هو من المدربين بصراحه او اللاعب الاسباني اللي هو احنا كمصريين بيبقى ما عندناش مشاكل مع اللاعب الاسباني، ان احنا بنبقى في شبه شويه في طريقه. لا انا شايف ان ديفيد طبعا عامل شغل كويس جدا، معاه مجموعه كويسه جدا شباب قدر يطلع منهم اللي هو عايزه. لا انا طبعا اللاعب الاسباني طبعا انا مع الناس طبعا اللاعب الاسباني يبقى موجود في الدوري المصري ومتعودين عليه اذا كان في المنتخبات او اذا كان في الانديه، فدي حاجه انا شايف ان هو تحسب له بصراحه، ان هو قدر كمان معاه مجموعه شباب كبيره جدا ان هو يقدر يوصل بيهم للنتيجه دي ويحقق الموسم اللي فات يعني كم البطولات دي. فدي حاجه طبعا تحسب له ان هو من الناس محترمين جدا، من الناس فاهمين جدا، من الناس اللي هو بيعرف يدرس كويس قوي الفرق اللي قدامه، ودي حاجه بصراحه مش ما بتبقاش موجوده عند مدربين كتير بصراحه. طيب قبل ما اروح لكاس العالم انا عايز اسالك عن فرق السيدات في النادي الاهلي، حضرتك كمان كنت احد المدربين اللي حظوا بتجربه ناجحه جدا مع فرق السيدات. عايز اسالك عن فريق السيدات بتاعنا بيشارك ايضا في بطوله افريقيا، واحنا عامه كان عندنا مشكله ما فيش منتخبات سيدات، فكان بالتالي الطموح قليل اقل من الرجاله بكتير اللي هم مصنفين بينافسوا على بطولات العالم سواء منتخبات او انديه. رايك بقى في فرق السيدات دلوقتي وكمان بقى في منتخب يعني نتمنى ان هو يستمر، رايك في المجموعه اللي موجوده دلوقتي من شابات النادي الاهلي وغيرهم كمان؟ طبعا فرق السيدات طبعا هي كانت المشكله زي ما انت قلت كده، ان هي ما كانش فيه طموح للعيبه الفتره الاخيره، ان هو انا يعني حتى لو انا بلعب في الدرجه الاولى اذا كان في النادي الاهلي او في الزمالك او في اي انديه كبيره سبورتنج سموحه،
انا ما عنديش طموح ان انا اخر يعني بعد ما العب ايه يعني ايه الطموح بالنسبه لي او ايه الهدف بالنسبه لي اللي انا عايز اوصله؟ ما فيش، عشان ما كانش في منتخبات. دلوقتي وجود المنتخبات طبعا ده اثر تاثير ايجابي كبير جدا على اللعيبه، بدا اللي عندهم هدف، بدا ان الناس تقدر تشتغل ان هي عايزه توصل لهدف معين، ان هي تلعب كاس عالم وافريقيا، فدي حاجه يعني تحسب لهم بصراحه كاتحاد ان هم قدروا ان هم يجهزوا منتخبات ان هي تبقى موجوده وتنافس. طبعا احنا لسه قدامنا شويه عقبال لما نبدا نخش على الساحه العالميه، ان احنا نقدر نجمع شباب كويسين، واحنا عندنا الفتره اللي فاتت منتخبات الشباب ماشيه كويس جدا، زائد العناصر الخبره هتفرق معانا كتير طبعا. فطبعا هرجع تاني لفرقه النادي الاهلي كسيدات. لده السؤال كنت هرجع لحضرتك ليه كابتن محمد عادل زولا، ليه دور دلوقتي رايك فيه مع طبعاً. فرق السيدات، واحنا كمان في بطوله كاس الكؤوس الاخيره خدنا برونزيه، يعني كان لينا تواجد كويس، البطوله كانت متنظمه عندنا في مصر هنا في النادي الاهلي، فبالتالي كان لينا دور كويس وبصمه كويسه في اول مشاركه يعني. لا اكيد طبعا، احنا كان بالنسبه لنا البطوله الاخيره كانت اول حاجه، هو كان لود علينا جامد جدا ان هي كانت البطوله على ارضنا جوه النادي الاهلي. طبعا بالنسبه لنا ان احنا نبقى متواجدين وان احنا نقدر نحقق ميداليه، دي حاجه كبيره جدا ما حصلتش في النادي الاهلي 30 سنه تقريبا. فانا شايف طبعا ان الكابتن محمد عادل طبعا عامل شغل كويس جدا مع المجموعه اللي معاه، وان شاء الله يقدروا يعني البطوله دي طبعا هتبقى تأهل يعني المشاركه الثانيه للفريق، المشاركه الثانيه متتاليه، فاكيد ان هم هيقدروا يوصلوا يعني لمركز احسن ان شاء الله، نلعب على النهائي ان شاء الله، وان شاء الله نحقق ميداليه. بس طبعا هيبقى الموضوع ده محتاج شغل كتير جدا من كابتن محمد عادل زائد اللعيبه، ان هم يقدروا يصدقوا ان هم يوصلوا وهم عندهم الحماس وعندهم يعني في شغف كده، ان هو انا لا انا لازم اوصل انا اقدر. الموضوع كان هي فرصة للجيل ده يا كابتن، من وجهة نظري ان الاجيال اللي قبل كده ما كانش عندها المنافسات دي في بطولة افريقيا، كمان بقى في تدعيمات ان النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي مش متأخر ان احنا بندعم بلاعيبه اجانب يجوا يلعبوا البطولات دي، فبالتالي في جديد يعني في السيدات في كرة اليد. لا طبعا السيدات بقى زي انا زي ما قلت لك بقى في طموح دلوقتي في السيدات، ان انا في اهداف قدامي ان انا عايز اوصل لها، فهو ده اللي فرق مع اللعيبه كلها. طبعا بدعم المجموعه طبعا النادي الاهلي ومدير النشاط الرياضي كابتن خالد العوي، طبعا من الناس اللي هو من الاسامي في الهاندبول، هو هاند بول برضه، هو حرق، هو في جيلك كمان طبعا. هو في جيل بتاع حضرتك كابتن كبير من الهاندبول طبعا، وهو عارف، فهو داعم قلبا وقالبا للفرق الهاندبول طبعا، ودي حاجه كويسه، دي تحسب له طبعا. وان شاء الله فرقه النادي الاهلي السيدات تقدر تحقق ميداليه ان شاء الله، تلعب على النهائي ان شاء الله وترجع لنا ان شاء الله بالكاس ان شاء الله، وانا اتمنى حاجه زي دي، وهم قدها وقدود ان شاء الله ويقدروا. وهم بناتنا بصراحه ما بيبخلوش على يعني على اي حاجه فيها اسم النادي الاهلي، ما بيقدروش يبخلوا، وان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونستقبلهم بمكسب ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. طيب هنروح بقى لقرعه كاس العالم واحنا مع برشلونه في المجموعه للاسف يعني. قول لي رايك في المجموعه بتاعتنا الاول قبل ما نتكلم على المنافسه نفسها. والله بص انا ما بقولش للاسف، انا حاجه يعني تحسب لفريق النادي الاهلي، هي في الاول وفي الاخر طبعا ده احتكاك كويس جدا طبعا. فرقه برشلونه فرقه عالميه، بطل اوروبا يعني، هم بطل اوروبا في الاخر طبعا. طبعا بس انا في الاول وفي الاخر هي الرياضه ما فيش حاجه اسمها مستحيله، اقدر. هو احنا لعبناهم في بطوله كاس الابطال كمان وكان المباراه مبشره جدا يعني. طبعا انا هي في الاول وفي الاخر، انا لو انا داخل بمبدا ان هو الموضوع صعب انا مش هقدر اوصل للي انا عايزه. هي الفكره كلها ان انا داخل الاعب فرقه برشلونه، هو بطل اوروبا انا بطل افريقيا فهي الفكره كلها لازم يبقى عندي يعني ما عنديش حاجه اسمها مستحيله. الموضوع صعب شويه بس مش مستحيل، اقدر اعمله طبعاً. وارد ان انا اقدر اوصل واقدر اكسب، دي حاجه اتمنى. انا مع فرقه مونبلييه احنا لسه لاعبينهم في البطوله بتاعت البوسنه وتعادلنا معاهم، وهم كانوا كسبانين فرق سكور كويس وقدرنا نرجع في المباراه وقدرنا ان احنا نتعادل معاهم. وفرقه مونبلييه كانت واخده بطوله اوروبا قبل كده. لا وتجارب المنتخب المصري مع منتخب اسبانيا قبل كده كان في مباراه فاز فيها المنتخب المصري، وقبل كده كمان منتخبات كتير. وعلى فكره في كاس العالم للانديه دايما النادي الاهلي بيبقى ليه بصمه كويسه كابتن على فكره دايما في الوقت العادي يعني. بالظبط، هو انا بطوله داخل العبها، انا ليا اسمي النادي الاهلي بطل افريقيا، انا داخل بالاسم ده، واسم النادي الاهلي طبعا اسم كبير جدا وكل الانديه بتعمل له حساب،
فوضع طبيعي ان انا نازل، انا ما فيش فرق ما بيني وما بينك، انت نادي برشلونه انا نادي الاهلي. هو ده لازم المبدا اللي الناس كلها هتبقى حطاه في حسبانها. زي اي لعبه في النادي الاهلي، اللي لابس تيشيرت النادي الاهلي لازم يكون داخل ينافس على المركز الاول على طول. اه طبعا تيشيرت النادي الاهلي تيشيرت يعني حاجه، يعني تيشيرت تقيل جدا طبعا، مش اي حد يقدر يشيله. طبعا يا كابتن، الفكره كلها اللي احنا متعودين عليها من صغرنا ومتربيين عليها جوه النادي الاهلي. كابتن انا بشكر حضرتك جدا على المداخله اللي غطت معانا كره اليد سواء رجال وسيدات، بطوله افريقيا، كاس العالم، كانت مداخله مهمه جدا. شكرا كابتن. يعني وبالتوفيق ان شاء الله للبنات وللولاد ان شاء الله يرجعوا لنا ببطوله افريقيا ونستقبلهم كده ان شاء الله مبسوطين يا رب. شكرا يا كابتن، نورتنا، وكانت مداخله فعلا جميله جدا. والنادي الاهلي داخل على معمعه كبيره جدا في الهاندبول على فكره، من بطوله افريقيا لكاس العالم للانديه، لا في قصه كبيره ومنافسات كتير جدا يعني.